تاني تراك معانا، وهو انك تبدا تتعلم في مجال معين وتبدا انك تقدم شغل كفريلانسر في المجال ده. ودلوقتي اربع خطوات تقدر انك بيهم تدخل في مجال الفريلانسنج في مجال جديد. اول حاجه وهي انك تختار المجال نفسه، وهنا طبعا في طرق كتيره جدا انت ممكن تختار بيها المجال. انا الطريقه اللي بفضلها شخصيا بتعتمد على اربع اركان. الركن الاول هو يعني قدراتك ومهاراتك انت شخصيا، يعني لو انت مثلا شخص عندك القدره انك تؤثر في الناس وتقدر يعني لما تكلم حد تقنعه بحاجة او تفهمه حاجة معينة بشكل سريع، فممكن حاجة من الحاجات الكويسة جدا تدخل فيها هي التسويق مثلا. لو عندك القدرة مثلا انك تبسط معلومة معقدة وصعبة لحد، فممكن من المجالات الكويسة جدا انك تدخل فيها حاجات ليها علاقة بالتدريس او انك تقدم محتوى. تاني بقى فاكتور معانا او تاني عامل معانا، وهو الباشون او الشغف بتاعك. ممكن في بعض الحاجات اللي انت بتستمتع بعملها، لو انت مثلا في فترة الجامعة وليكن تطوعت مثلا في بعض الانشطة الطلابية اللي كان فيها حاجات يعني بتدوا محتوى لاطفال مثلا صغيرين، وده كان حاجة انت حاببها وشايف انها مفيدة وكويسة. انا شخصيا مثلا في الجامعة حاجة من الحاجات اللي جربتها وحبيتها جدا وبعد كده بدأت ان انا اكمل فيها بشكل يعني كشغل، هي تدريس للسن الصغير، الاطفال في سن 9 10 او 11 سنة. في الجامعة تطوعت في احد الانشطة الطلابية اللي كنا بنعلم الاطفال الصغيرين العلوم وحاجات ليها علاقة بالهندسة وكده، فانا استمتعت جدا بالموضوع وشفت قد ايه الاولاد بيتأثروا وبيتعلموا بشكل رائع، فحبيت المجال ده. من هنا بدأت ان انا اكمل فيه بشكل اكبر واشتغلت مع اكتر من شركة بعد كده. فدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تاخدها في الاعتبار. لو مفيش حاجة انت شغوف بيها مش مشكلة، فممكن تعتمد على العوامل التانية اللي هنبدأ نخش عليها دلوقتي. تالت عامل بقى وهو الفرص اللي موجودة حواليك، يعني مثلا في بعض التخصصات مثلا اللي جديدة وعدد الناس اللي موجودين فيها قليلين وعليها اقبال والربحية فيها عالية، زي مثلا مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والجيم ديفلوبمنت مثلا. رابع حاجة ودي مهمة جدا ان انت تحددها، وهي الفاليوز بتاعتك او القيم بتاعتك. لانه لو اخترت مجال معين ممكن اختار يعني ادخل في المجال ده من اكتر من زاوية، ممكن حتى يبقى قدامي مجالين، يعني مثلا مجال البرمجة حاجة انا حاببها ومجال كويس ولطيف وبيتماشى مع مهاراتي، ومجال يوتيوب مثلا الاتنين بيكمبيتوا مع بعض او بينافسوا مع بعض. هنا اللي ممكن يفصل ادخل المجال ده او المجال ده هو القيم بتاعتي. انا مثلا حد من الناس اللي بنبسط جدا، ومن الحاجات اللي بتحركني هي الامباكت او التأثير، يعني لما اعمل حاجة تأثر على حد او اكتر انا بنبسط جدا بداية وببقى متشجع ان انا اكمل في المجال ده. فمن المجالات اللي بقدر اعمل بيها ده هو اليوتيوب. لما بعمل فيديو ويكون مفيد ويعلم واحد واثنين وثلاثة وكل ده عمال بيزيد مع الوقت، انا ببقى مبسوط جدا في المجال ده. في حين ان مثلا البرمجة بالنسبة لحد زي حالاتي لو هعمل حاجة مرة واحدة ومش هتأثر على حد قوي، مش هتبقى حاجة مشجعة قوي ليا ان انا اكمل فيها. فتاني ده كده فريمورك او موديل او نموذج انا شخصيا بتبعه لما باجي اختار حاجة معينة. اول حاجة ببص عليها هي مهاراتي وقدراتي، تاني حاجة ممكن ابص عليها هي شغفي، تالت حاجة هي الفرص اللي موجودة حواليا، حاجة مجال طالع مثلا، واخر حاجة هي القيم بتاعتي. التقاطع ما بين الاربع حاجات دول غالبا هيكون مجال عندك القدره تتميز فيه ومجال عندك القدره انك تكون الافضل فيه باذن الله. خلصنا اول خطوه واخترنا المجال اللي هندخل فيه. تاني حاجه بقى هي اننا نبدا نتعلم في المجال ده. افضل حاجه من وجهه نظري انك تتعلم في مجال ان يكون في منتور خد يعني الشوط في المجال ده ونجح فيه وتميز فيه يعني بشكل كبير جدا، وعنده القدره انه يساعدك ثرو اوت الجورني بتاعتك او خلال الرحله بتاعه التعلم بتاعتك بشكل مستمر. او انت ممكن تحط رحله التعلم بتاعتك انت بنفسك وتبدا انك تعلم يوتيوب وكورسات مسجله وهكذا. فهنا الموضوع يعني على حسب انت، وهل انت محتاج حد يتابع معاك ولا انت محتاج يعني تشوف بعض الفيديوهات وتبدا انك يعني تتعامل بنفسك. انا شخصيا بفضل الموديل الاول في البدايات بالذات، بعد كده ببدا ان انا اعتمد على اليوتيوب وعلى الكورسات المسجله بسهوله. فهنا هتختلف من حد للتاني، اعرف نفسك اكتر وابدا اختار الطريقه اللي تناسبك. ثالث حاجه بقى وهي انك تكون خبره في المجال اللي انت هتدخل فيه. لو انت اتعلمت تعمل لوجو مثلا او تستخدم فوتوشوب ودخلت تقدم على منصات العمل الحر مباشره ولسه ما عندكش خبره، احتماليه ان حد يعينك هتكون اكيد قليله. طيب اعمل ايه بقى؟ ابدا ان انا اكون خبره، ابدا ان انا ابني البورتفوليو بتاعي. طب اعمل ده ازاي وانا لسه جديد في المجال؟ هنا الموضوع فيه اكتر من طريقه ممكن تعملها تسرع عليك الخطوه دي. اول حاجه وهي ان انت تقدم حاجه فور فري، يعني مثلا انا هتعلم الفيديو اديتنج، فهشوف حد محتاج ان انا اعمل له فيديوهات
وهعرض علينا اعمل الفيديوهات دي بشكل مجاني تماما. وهنا اقول لك على ثلاث حاجات ممكن تعملها تكون خبره بيها في مجال انت لسه بادئ فيه جديد ولسه ما عملتش اي حاجه فيه، وممكن مجازا كده نختصرها ب FFR. اول حاجه هي اني ابدا اقدم حاجه فور فري، اقدم الخدمه او المهاره بتاعتي بشكل مجاني تماما علشان اكون خبره. يعني مثلا لو انت اتعلمت فيديو اديتنج فممكن تشوف قناه يوتيوب مثلا محتاج فيديو اديتور وتبدا انك تعمل لهم فيديوهات من غير مقابل، لكن في المقابل طبعا انت هتعرض الفيديو ده في معرض اعمالك وهيكون الموضوع لي حتى اكتر من ميزه. الميزه الاولى هي الخبره، انك كونت خبره لما عملت الفيديو ده. الميزه الثانيه ان القناه دي نفسها لو مثلا في ناس بتتابعها او كبرت في وقت من الاوقات ان شاء الله، فهيشجع لما تيجي تروح تقدم على مشروع الشخص اللي بيقيم انه يختارك انت، لانه هيشوف شغل سابق ليك وصل لعدد كبير جدا من الناس. وطبعا تقدر تعمل ده بالشكل اللي يناسب المجال بتاعك. تاني لف معانا وهي الفريستايل، يعني انك دلوقتي مثلا خلينا نقول انك اتعلمت التصميم وبتقدر تعمل لوجو، فعايز تبني بورتفوليو في عمل اللوجوز عشان لما تقدم على مشروع تاخده بسهوله. فممكن انت تعمله هنا تخترع اسماء بشكل وهمي، اسم الشركة مثلا، وتبدأ انك تعمل له لوجو وتبدأ انك تعرض الحاجات دي في معرض اعمالك. وده طبعا ينطبق على اي مجال. فيديو اديتنج مثلا ممكن تصور انت فيديو بنفسك وتبدأ انك تعمل له اديتنج، او يعني تخش كده على يوتيوب وتبدأ انك تاخد فيديو وتبدأ انك تعمل له اديتنج. فهنا الموضوع واسع وكبير، هيساعدك تبني خبرتك وكمان تبني معرض اعمالك. تالت حاجه وهي الار، وممكن نقول عليها ريميكس، وده ببساطه ينفع جدا للحاجات اللي مشهوره. يعني مثلا ممكن تقول انا هعمل لوجو، فتروح تشوف شركه مشهوره ومعروفه وتاخد اللوجو بتاعها وتعمله انت بنفسك بشكل مختلف. فهنا هتبقى انت استخدمت الادوات اللي انت اتعلمتها وعملت حاجه ممكن برضو تعرضها في معرض اعمالك. فالشخص لما يبص مثلا على لوجو ابل اللي انت عامله مثلا بشكل كرييتيف او حاجه، فهيبدا ان هو يدرك قد ايه ان انت مصمم محترف وعندك فكر كويس وقادر تستخدم الادوات عشان تطلع حاجه بشكل كويس. طبعا ممكن يكون في طرق تانية احنا ما ذكرناهاش في الفيديو ده، فيا ريت تكتبوا لنا تحت في التعليقات سواء حاجات انتوا عملتوها او حاجات جت على بالكم، بحيث برضو عدد اكبر يستفيد من ده. الخطوه رقم 4 معانا هي انك تحدد المنصات المناسبه لطبيعه المجال بتاعك وتبدا انك تعمل عليها حساب وتبدا انك تبني البورتفوليو بتاعك وتقدم على مشروعات مناسبه. في طبعا منصات عامه يمكن تنفع كل التخصصات زي Upwork ومستقل وفريلانسر.com. المنصات دي كل يعني مجالات العمل الحر ممكن تشتغل من خلالها، لكن في بعض الاحوال بيكون في بعض المنصات المتخصصه، فهيكون من المهم والضروري انك تعرف المنصات دي وبرده تسجل عليها وتعرض شغلك من خلالها. في وصف الفيديو ده برده ان شاء الله هنكتب لكم بعض المنصات اللي ممكن تبداوا بيها تعملوا عليها بروفايل وتشتغلوا كفريلانسرز من خلالها، ولو في بعض المنصات اللي انتوا حابين نعمل عنها جايد فممكن برده تكتبوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله هنكون حريصين ان احنا نعمل ده. دلوقتي لو كنت استفدت من الفيديو ده هكون مبسوط جدا لو دوست على زرار لايك تحت وعملت شير علشان عدد اكبر يستفيد منه، ولو كان عندك اي اسئله اكتبها لنا تحت في التعليقات.